السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. تحديث جديد قامت به اليوتيوب تقوم بإضافة مؤقت للنوم إلى مقاطع الفيديو. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نشرح جميع تفاصيل حول هذه الميزة. يبدو أن اليوتيوب خططت أو يخطط لإضافة ميزة جديدة تتعلق بمؤقت للنوم لمقاطع الفيديو. من خلال هذه الميزة يمكن للمستخدمين ضبط مدة زمنية المحددة لمشاهدة مقاطع الفيديو قبل أن يتوقف تلقائيا. يعني أي شخص يقوم بمشاهدة مثلا مقاطع الفيديو على اليوتيوب يقوم بضبط التوقيت الذي سوف ينام فيه، وهو ما يمكن أن يكون مفيد للأشخاص الذين يحبون مشاهدة الفيديوهات قبل النوم ويريدون تجنب الاستمرار في مشاهدة الفيديوهات أثناء نومه. بالنسبة للإضافة أثناء مشاهدة الفيديو يمكن أن نقر على أيقونة. على سبيل المثال سوف نشرح لكم كيف. سوف نقوم بالذهاب إلى مثلا نقوم بالدخول إلى تطبيق خاص باليوتيوب. هذا هو التطبيق الخاص باليوتيوب. يجب أن تكون قد قمت بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك. هذا هو الحساب الخاص بنا. تنقل على هذه العلامة الخاصة بالإعدادات بهذا الشكل. سوف تظهر لك هنا قائمة من الإعدادات حول قناتك على اليوتيوب. بعد ذلك سوف تذهب مباشرة إلى اختيار الميزة التجريبية الجديدة، فهي لا زالت في طور التجريب. هذه هي الميزة، اختيار أو اختبار ميزة التجريبية لفترة محددة. يمكن لمشتركي يوتيوب بريمير المؤهلين تجربة الميزة الجديدة التي تعمل على تطويرها بما في ذلك تجارب الذكاء الاصطناعي. يعني هذه الميزة فهي متوفرة حاليا في اليوتيوب بريمير، وقد تنطبق قيود متعلقة بمدى توفر بريمير في البلد. بالنسبة للتجربة المتوفرة ميزة واحدة وهي كالتالي: مؤقت إيقاف التشغيل. الميزة متوفرة حتى 2 سبتمبر، تتيح لك مؤقتا إيقاف تشغيل ضبط مؤقت إيقاف التشغيل مؤقتا بشكل تلقائي بعد مدة زمنية معينة. كيف استخدام بعد اشتراك فتح التطبيق اليوتيوب؟ على سبيل المثال شاركنا ملاحظة وحصل على مكافأة. على سبيل المثال الآن سوف نقوم بمعرفة كيفية عمل هذه الميزة الجديدة التجريبية. كل ما عليك فعله هو أن تذهب إلى حسابك على اليوتيوب على الهاتف. إذا كنت تستخدم يوتيوب بريمير فقد تنجح معك الطريقة. إذا كنت تستخدم اليوتيوب العادي فلن تنجح معك، وليست موجودة كما ظهر في الفيديو الخاص بي. لذلك سوف أشرح لكم بالصور كيفية عمل هذه الميزة. إضافة المؤقت أثناء مشاهدة الفيديو، يعني الفيديو الذي تريد أن تقوم بمشاهدته أو الفيديوهات التي تشاهدها، فيديو من هذه الفيديوهات يمكنك أن نقر على أيقونة أو اختيار جديدة مثلا مؤقت النوم أو إيقاف بعد في واجهة المشاهدة. يعني تقوم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالإعدادات الموجودة في أعلى الفيديو على اليسار. بعد ذلك سوف تنبثق معك نافذة تختار منها إعدادات المتقدمة. بعد ذلك سوف تختار تايم سليب تايم، تختار وقت النوم. بعد ذلك يمكنك ضبط الوقت. ستظهر لك نافذة أو قائمة منبثقة تتيح لك تحديد المدة الزمنية التي ترغب في مشاهدة الفيديو خلالها، وقد تتوفر خيارات متعددة مثل 15 دقيقة، 30 دقيقة أو حتى ساعة كما يظهر في الصورة. تنبيه: قد يتيح لك النظام اختيار الحصول على التنبيه قبل الانتهاء الوقت المحدد. يعني سوف تنبثق معك نافذة أو سوف يظهر لك التنبيه قبل انتهاء الوقت المحدد ليعطيك فرصة. مثلا إذا كنت تريد أن تقوم بتمديد الوقت المشاهدة لإنهاء ما كنت تشاهده أو ضبط وقت إذا لزم الأمر، إذا أردت أن تقوم بمشاهدة الفيديو مطولا من أجل إيقاف التلقائي. مثلا من أجل إيقاف هذه الميزة بعد انتهاء الوقت الذي قمت بضبطه سيتوقف الفيديو تلقائيا، ويمكن أن يتم إغلاق التطبيق أو الموقع تلقائيا إذا كان ذلك متاحا كخيار. يعني إذا كان هذا الخيار متاح فقد تنتهي المدة. التنبيهات وكذلك الإعدادات، يمكن ضبط الميزة لتعمل بشكل افتراضي
أو تفعيلها عند الحاجة فقط، قد يتضمن ذلك إعدادات إضافية للتحكم في تكرار التنبيه أو تخصيص المدة المحددة لكل مقطع فيديو. كما قلنا، فبالنسبة لهذه الميزة في الختام، هذه الميزة ستساعدك في تحسين تجربة المستخدم الذين يفضلون مشاهدة المحتوى قبل النوم، يعني الأشخاص الذين يشاهدون مثلا فيديوهات اليوتيوب أو فترة الراحة قبل النوم. يقوم أكثر أغلب الناس بمشاهدة مقاطع الفيديو سواء كان على اليوتيوب أو الفيسبوك أو غيرها، فبالنسبة للميزة فهي متاحة حاليا على اليوتيوب قبل النوم، مما يساهم في تقليل تعرضهم لأشعة الشاشة الهاتف مثل الأضواء كما قلنا الساطعة بعد النوم، ويعزز جودة النوم، يعني قد تساعدك في النوم باكرا عوض ما تقوم بالنوم في وقت متأخر، وكذلك استهلاك البطارية الخاص بك وضياع الهاتف الخاص بك. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما إعجاب بالفيديو، للاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.